في مشكله في اسعار التذاكر، لان ملعب زعبيل اللي هيستضيف اللقاء يسع ل 9000 متفرج فقط، لان المباراه بين فرقتين بجماهيرهم. يشكو الجميع من ارتفاع اسعار التذاكر اللي تبدا ب 50 درهم، يعني حوالي 250 جنيه مصري، الى 300 درهم، يعني 1500 جنيه. لكن تفاصيل كتيره مطلوب ان احنا نعرفها مع حضراتكم. ماذا يحدث في دبي؟ كيف استعدت الجماهير الإماراتية لهذه المباراة؟ هل فعلا نفذت التذاكر؟ هل الإقبال من قبل الجماهير الأهلوية على المباراة بهذه الكثافة التي تتناقلها المواقع؟ معنا من دبي الزميل العزيز الأستاذ وليد فاروق، الصحفي المصري الذي يسري الصحافة الإماراتية. يا أستاذ وليد أهلا بيك. أستاذ إبراهيم إزاي حضرتك؟ وكل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب يا وليد، أخبارك إيه؟ بخير والله، تمام الحمد لله. وتحياتي للباشمهندس عادل بتاعي، وكل سنه وانتم طيبين. اهلا بيك يا استاذ وليد، وكل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. وطمنا على اقبال الجماهير خصوصا الجاليه المصريه. والله يا استاذ ابراهيم، يعني انا المنظر النهارده انا شفته بصراحه لما اتفتح موعد بتاع طرح التذاكر، كان الساعه 5 بتوقيتنا هنا، حضور جماهيري من ابناء الجاليه المصريه هنا حاجه مترفه، حاجه يعني يا ريت الصور كانت متاحه عشان حضراتكم تشوفوها، ولعيبه الاهلي ان شاء الله باذن الله يشوفوها، اسر وعائلات واطفال. عارف حضرتك ولا الساعه 5 تحديدا اتحدد الميعاد ده اللي هو نهايه العمل، مواعيد نهايه العمل اليومي يعني. الناس خلصت اشغالها وطلعت على نادي الوسط عشان تشتري التذاكر. يا استاذ ابراهيم خلصت في حدود ساعتين، الناس ساعتين 2300 تذكره كانوا اتباعوا على الفور، كان غير مسموح بان اكثر من 5 تذاكر لكل فرد. في كلام ان الحصه اللي هي 2300 تذكره لو تقدم يعني الجانب المصري او الاهلي بطلب لزيادتها، ويعني اذا استدعى الامر ممكن يستجاب الى طلبه. في عندك معلومه عن هذا الامر؟ ده فعلا يا باشمهندس، فعلا الكلام ده انا يعني كنت بكلم احد المسؤولين في نادي الوسط، فسالته هل يا ترى الاهلي تقدم بطلب؟ قالوا لي لا، الاهلي ما تقدملناش بطلب. معنى ان هم قالوا لا ما تقدملناش بطلب ان هو كان ما فيش مانع ان هم ينظروا. لا، ما احنا ما اقول الاهلي مش هتقدم بطلب الا اذا نفذت التذاكر. دلوقتي انت بتقول التذاكر يا نفذت يا وشكت، اذا قد يتقدم الاهلي بطلب في اي لحظه لو عرف ان التذاكر نفذت. اتمنى ان ده يحصل يا باشمهندس. ما هو بس لازم المعلومه توصل للبعثه. اتمنى ان ده يحصل فعلا، لان الملعب زي ما قلت حضراتكم بيرتفع لحوالي 9000 متفرج فقط. فقط. الاسعار نوعا ما تعتبر عاليه، على فكره تعتبر اعلى اسعار تذاكر في الفتره الاخيره، يعني الوسط لعب قبل الاهلي مع اتحاد جده السعودي. كانت الاسعار ليس بنفس هذه القيمه، قد اقل. طبعا عشان حضرتك عارف حضور الجماهيري من ابناء الجاليه المصريه كبير، والاضافه لرغبه الجماهير الاماراتيه وجماهير نادي الوسط في حضور المباراه ومسانده فريقها في الاول، والتحيه والترحيب بالنادي الاهلي، ده كله كان دافع لارتفاع اسعار التذاكر. اعتقد ان الفرصه تكون مهيئه جدا لطلب حاجه زي كده، واحتمال انا عندي امل ان يكون في فرصه لحضور عدد اكبر من الجماهير المصريه ان شاء الله لمسانده الاهلي. الملعب ده هو ملعب زعبيل اللي استضاف مباراه الاهلي والصفاقس الوديه، مش كده؟ بالظبط. هو ملعب نادي الوسط. هي الملاعب في دبي عموما نفس السعه، حوالي من 9000 ل 10000 متفرج، مش اكتر من كده. ده الملعب الرسمي بتاع نادي الوسط اللي بيلعب عليه. الاهلي ان شاء الله باذن الله بكره هيوصل بالسلامه العصر. هيبقى عنده تدريب في المساء، في شويه اتصالات تم التنسيق. طبعا المهندس سمير عدلي وصل النهارده عشان الترتيب لموضوع الاقامه، في شويه اتصالات تمت ما بين اداره الاهلي واداره نادي الوسط، بحيث ان هم حضرتك عارف محتاجه قبل المباراه 48 ساعه ده نوع من التركيز شويه. الحضور الجماهيري في التدريبات ممكن يكون ليه تاثير على تركيز اللعيبه وهكذا، فشويه ما كانوش عايزين يعلنوا عن المكان والموعد بتاع التدريب الاول اللي هو هيتم بعد وصولهم بكام ساعه. على اعتبار ان الجماهير المصريه هتيجي تحضر
ومفيش حوادث كبيره تمنع وصولهم للملعب. يعني الملاعب هنا سهل جدا، وبيبقوا عايزين يتصوروا مع اللعيبه ويمضوا اوتوغرافات بالظبط كده، بالظبط كده يا باشمهندس. طبعا انا عارف طبعا ده حقهم وكده، بس الفريق محتاج ان هو يركز 48 ساعه، فتم يعني بشكل ودي كده انه الامور شويه متكتم عليها. حتى مقر اقامه الفريق يعني مش عايزين يقولوه، لكن هو نفس الفندق اللي يعرف يعني بقى نفس الفندق اللي بينزل فيه الاهلي كل ما بيجي دبي. طيب وليد، الناحيه الفنيه بالنسبه للوصل، هو اخر مباراه كسبان الفجيره في كاس الخليج مش كده؟ دبا الفجيرة في بطولة كأس المحترفين. بطولة كأس المحترفين دي البطولة بتقام على هامش لما يبقى فيه ارتباطات للمنتخب بدون اللعيبة الدوليين. دي بتقام، فازوا بنتيجة كبيرة 4-2، معنوياتهم كويسة، عندهم رغبة كبيرة ان هم يقضوا مباراة كبيرة استنادا لمباراة الذهاب اللي كانت في مصر في مرية. أو كمان عايزين في حاجة، الجمهور زعلان من الفريق، نتائجه في الدوري ليست على مرام. الفريق على فكرة بيحتل المركز ال 11 في الدوري. ال 11 خلص كل ماتشات ولا لسه له ماتشات؟ لا لا ده لسه ما اتلعب 9 مباريات بس كده. لا خلص كل ماتشات، عنده مؤجلات يعني لعب 9 ماتشات؟ لا لعب 9 لعب 9 مباريات بالكامل. لعب 9 مباريات بالكامل، فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر 5 مباريات. هل دي نتائج ما قبل مباراه الاهلي، ولا حتى بعد تعادله مع الاهلي اتحسنت احواله؟ لا اتحسنت في البدايه مباراه الاهلي، ان كانت المباراه دي كانت اول مباراه تولاها جهاز فني جديد حسن العدولي. بالظبط، بعد المدرب الارجنتيني اللي كان معاهم قبل كده تمت اقالته وتولى المدرب، بدات النتائج نوعا ما تتحسن، بدليل ان بطوله الكاس اللي هو فاز فيها 4-2 دي كان عنده نقطه واحده بس. من ساعة ما مسك حسن عبدولي حققوا 6 نقاط متتالية فوزين ورا بعض، وعندهم طبعا نقط وعندهم أمل إن هم يتأهلوا للدور الثاني. فمعنويا كويسين مستعدين، ده يعطي يعني حمل مسؤولية كبيرة إن شاء الله على فريق الأهلي، وهو قدها إنه يحقق نتيجة تضمن له بإذن الله الصعود. في معلومة كمان يا أستاذ إبراهيم، اسمح لي، إن الوصف اتفضل ما فاتش في أي مباراة في البطولة. يعني هو لغايه دلوقتي حقق 3 تعادلات الدور اللي فات امام اتحاد جده، صحيح 0-0 و1-1 والمباراه الثالثه بعد اهلي 2-2، فما فازش وما خسرش، ثلاث مباريات وجايب 3 تجوان وجاي فيه 3 تجوان. بالظبط، عنده بالمناسبه محترفين اجانب كويسين على مستوى عالي جدا، البرازيليين واحد جنوب من كوريا الجنوبيه، فهم مستوى متميز بصراحه. جماهيره عندها ثقه في انه يقدر فريقها يتخطى الاهلي ولا قلقانين برضه؟ لا طبعا قلقانين، اسم الاهلي لوحده خايف. طبعا مهما كان الاهلي، خاصه على فكره الجماهير الاماراتيه بصفه عامه مطلعه جدا جدا على احوال الكره المصريه والرياضه المصريه، عارفين الوضع بالنسبه للاهلي، عارفين خساره نهائي دوري ابطال افريقيا، عارفين حاجات كثيره، عارفين ان الاهلي جاي ما عندوش غير فرصه واحده، كل دوت في متابعه عن كسب الموضوع، عارفين ان الموقف صعب مش سهل خالص، نتيجه الذهاب مش مؤشر على اي حاجه، فده كله مدي نوع من القلق. فعشان كده حتى في حمله كبيره جدا بالمناسبه لحجز الجماهير للحضور، رغم الاسعار اللي احنا قلنا عليها تعتبر نوعا ما اسعار غاليه كبيره، لكن في حمله لحجز الجماهير باعتبار ان الوقت بيشارك في البطولة ممثل لكرة القدم الإماراتية، هو الممثل الوحيد للبطولة، والبطولة كمان بتحمل اسم الشيخ زايد الله يرحمه. هل هيبقى متاح للجماهير عمليا ان تشتري تذاكر من الحصة بتاعة الوصل وتقعد في مدرجات الأهلي، ولا في فصل تام؟ سألت والله النهارده على الموضوع فعلا، الحركة المصرية اياها دي. سألت على الموضوع ده فعلا النهارده، لا التذاكر الأهلي مكتوب عليها مدخل 4 و5. غير 4 و5 مش هيسمح لهم. يروح، هيروح يقعد في وسط الاماراتيين، هيقعد هناك في وسط الاماراتيين، ولو شجع والله هيلاقيهم روحهم حلوه قوي. لا جدا جدا، ومرحبين جدا، واعتقد بالمناسبه كمان في فرصه، الاهلي دايما سفير حسن للكره المصريه وان شاء الله ربنا يوفقه، هيكون سفير كمان في المباراه في التوقيت ده
لتلطيف الاجواء شويه، ان بعد اعتذار منتخبنا عن المواجهه اللي كانت المفروض هتقام مع منتخب الامارات في الوديه. بالمناسبه المباراه دي هيلعب منتخب الامارات مع منتخب اليمن بكره على ملعب التعبير. بكره المباراه البديله عن اعتذار المنتخب المصري. المنتخب هو يعني في استياء من الاعتذار ده يا وليد؟ ها؟ غير معلن يا باشمهندس. غير معلن، بس انت حاسه عند الناس يعني؟ طبعا يا باشمهندس، طبعا. ان دي ثاني مره يا باشمهندس على فكره، مش اول مره. المره حاجه مباراه غانا في تصفيات كاس العالم، كان المفترض ان منتخبنا هيروح وهو في طريقه لغانا ويخوض مباراه، وفي اخر لحظه تم الاعتذار. هي المشكله بنفتقد احنا الاجندات الثابته اللي يبقى متفق عليها مسبقا شويه، دي للاسف مفتقده. والمفترض ان في حاجات بيبقى فيها نوع من السنس كده، كانت تسمح لي يعني. الناس دايما بيبقوا واقفين مع اتحاد الكوره والمنتخب، والمفروض في اتفاقهم على فكره بيستعدوا جديا طبعا، عارف بطوله كاس امم اسيا هتقام هنا في الامارات في شهر يناير اللي جاي. فهذا برنامج بالنسبه لهم موضوع للاستعداد للبطوله، وكان يهمهم جدا ان هم يلعبوا منتخب مصر شعبيه ومعنويه وفنيا، كان هيبقى فيها يعني مكاسب كثيره للبطوله. بس في الاول وفي الاخر هو اعتذار لا ينال ابدا من العلاقات الكبيره جدا واللي فيها درجه عاليه من الخصوصيه الحقيقه وليد، بين مصر والامارات او حتى الاتحاد المصري والاتحاد الاماراتي. ده اكيد العلاقات بسيطه جدا في حاله موقف ولا اثنين ولا ثلاثه ياثر على اي حاجه. صحيح. انا يعني بقوم بدوري كراجل صحفي واعلامي. انت ما زلت في الاتحاد يا وليد؟ ما زلت في الاتحاد ولا انتقلت؟ لا في الاتحاد. في الاتحاد. طيب الصحف اللي انت الاماراتيه عالجت موضوع الاهلي ازاي؟ يعني هل خساره الاهلي للنهائي الافريقي، احنا شفنا الصحف المصريه فيها كميه غضب شديده جدا، الامارات الراي العام الصحفي شفته ازاي عندك؟ اولا نتيجه المباراه كانت مفاجاه للجميع هنا رهيب بجد، كانت مفاجاه، كان كل يعني الترشيحات بتصب في صالح الاهلي. بالظبط، ومع علما ان طبعا معانا اخوانا الطوانسه هنا ويعني كل حاجه، بس كان تقديرا معروف الاهلي في النهائي بيبقى الموقف ازاي. لكن كانت رد فعل كان يعني مفاجئ اكيد للنتيجه اللي حصلت. المعالجه الصحفيه والاعلاميه بتبقى متوازنه في المواقف اللي زي كده، بحيث انه حضرتك عارف يعني تواجد الجميع، يبقى ما فيش اي يعني دين على حق حد من الشعوب العربيه. طاقم الحكام لمباراه الخميس حتى الان لم يعلن، مش كده؟ لا اعلن. مين؟ طاقم تحكيم مغربي، اقول لحضرتك على اسمه حالا. مغربي. هو اعتقد ادار قبل كده اعتقد ماتش للفريق المصري في الكونفدراليه. الحكم تقييم مغربي بقياده الدولي نور الدين الجعفري. تمام. ومساعدينه استاول حسن وتركاد مصطفى، ومعاهم كمان حكم رابع زراق عادل ومراقب مباراه سوري محمد المصري. هيبقى في فار ولا ما فيش؟ لا هو على فكره الفار مطبق هنا، وصل لواحد الاتحاد العربي. الاتحاد الاماراتي مطبق الفار في مسابقاته، مش كده؟ وخاصة دوري الخليج العربي اللي هو دوري المحترفين. طبق الفار والامور ماشيه بشكل كويس جدا. الفار على فكره على عكس ما بيتردد عندنا في مصر، يعني موضوع تلفزيون وكاميرا، موضوع هنا بيتم مدروس جدا. مجموعه حكام متخصصين بيديروا العمليه، يعقدوا جلسات تدريبيه للحكام، يقيموا مباريات تجريبيه مباريات تجريبيه عشان تطبيق الفار، عشان يطبق فيها. اصل الفار طبق في مباراه الهلال والزمالك، فعشان كده انا كنت بس كان ده كان سوبر مصر سعودي لوحده، ما انا فاهم مش البطوله العربيه. ايوه نفس لكن هنا يطبق في الدوري، والامور ماشيه بشكل سلس جدا. والحكام على فكره اكيد في الاول بيبقى في نوع من الاخطاء البسيطه غير مقصوده، لكن بمرور الوقت مشت الامور. على فكره النظام بدا تطبيقه من الموسم الماضي. لكن معلومه ان الاتحاد الدولي هو اوقف تطبيق النظام، انه لازم يتم استشارته واخذ موافقته على التطبيق المسابقات المحليه. يعني ما ينفعش اي اتحاد اهلي من الاتحادات الاهليه يقول من نفسه كده يعملها.
من نفسه أصلا. لازم نطلع رخصة للفار. أيوة، أوقفوا بحيث إنه لازم يبقى في لجنة. يبقوا متأكدين يعني إن في تدريب كافي وإمكانيات كمان تقنية جاهزة. وليد أكيد. وليد الطقس عندك نفس القاهرة ولا مختلف؟ لا الجو حر يا كابتن. حر. جو لسه حر، الجو لسه عندنا حر. طيب تمام، وبإذن الله تعالى تستمتعوا بالمباراة وتحتفلوا بالأهلي إن شاء الله يا وليد. إن شاء الله بإذن الله موفقين ويجي بالسلامة ويرجعوا بألف سلامة إن شاء الله بإذن الله. وشكرا ليكم وكسان طليل. شكرا. حاجة أخيرة أستاذ إبراهيم بعد. اتفضل وليد. يعني فرصة طبعا أنا بنتهز الفرصة ديت عشان أنقل لكم تمنياتنا جميعا ودعواتنا للكابتن محمود القصيب في الشفاء العاجل. إن شاء الله. والعودة سالم مكانم بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز الأستاذ وليد فاروق.